ومهم جدا معرفة ما يجب علي أن أعتقده في المرض، معرفة ما يجب علي أن أفعله إذا مرضت، أذهب إلى المختص وأستفتي المفتي. حتى الإنسان في بعض الأحيان الناس يتركون مثلا الحج وهذا المرض غير مسقط، بعض الناس يفطر في رمضان بسبب مرض غير مسقط لهذه الفرضية، بعض الناس يصلي جالسا وليس عنده مرض يعني مسقط لركن القيام. فيجب على الإنسان أن يتعلم كما سيأتي في باب الأحكام، يجب عليه أن يعلم ماذا يعتقد في ماذا أعتقد أن هذه الأمراض، ما أسبابها، كما ذكرت في باب الدواء، كما ذكرت في باب الغذاء، كما ذكرت في باب التداوي. فالأمراض هذه ماذا أعتقد تجاه هذه الأمراض، ما هي الأحكام التي تتعلق بهذا الأمراض، إذا أصابني مرض ماذا يجب علي أن أفعل. فهذه المعرفة في قدر معين سأبينه في باب الأحكام واجبة على العامة، يعني يجب على العامي اعتقاد في المرض، يجب عليه أن يكون منضبطا ببعض الأصول حتى إذا مرض يعني يعلم أن هذا المرض يجب أن يستفتي فيه المفتي وطبيب العدل المسلم الثقة. هل أفطر لا أفطر، هل أصلي قائما أم أصلي جالسا، هل أحج أم لا أحج، وهل مثلا أتيمم أم لا أتيمم. رأيت بعض الناس تيمم وترك الوضوء، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يترك الوضوء. والله